إبراهيم عليه السلام لما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم لأنه دارين بعد استعملوا معه القوة. ابن كثير عليه رحمة الله قال أوقدوا نارا 100 عام أو جمعوا الحطب 100 عام بلموا في الحطب. قالوا حتى كانت المرأة ما ده كله مناصرة الشرك. وأنا جايك لي مسألة مهمة بعد شوية أصبر. 100 سنة بيجمعوا الحطب. المرأة قالوا إذا حصل لها شيء، إذا عندها أي مشكلة، عندها زوج مريض، عندها ولد غائب، تقول لو رد الله علي ولدي أو نحو ذلك لأجمعن حطبا إلى نار إبراهيم. لموا الحطب 100 سنة بلموا فيه. قال وأوقدوا النار 100 عام. قال حتى بلغ لهب النار عنان السماء لسه حاط. قال وكان الطير لا يمر فوق النار. طيارة تمشي بفوق ما في لأنها بتقع جوا طوالي من سخانة النار إلى السحاب. للنار ولا عالم نو لإبراهيم. وإبراهيم أعداؤه كم وهو كم؟ واحد. وأعداؤه الناس كلها كلهم أعداؤه. عشان كده ربنا قال إن إبراهيم كان أمة. ما تستوحيش أنت من الحد عشان يجوك ناس يقول لك أنتوا كم؟ بالله أنتوا كم نفر؟ وشيوخكم منو؟ عندكم كم شيخ في السودان؟ شوف واحد بس إن كان واحد. ابن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. فتش الحق وين بس؟ ما تشتغل بكم نفر تقرب الكوم. الجنة دي ما بالكوم يا ناس، الجنة بعدين ما بالكوم. ربنا قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.